في قضية السيد جنيدي والد الطفلة المريضة مع إمامنا طبعا الشيخ عمر بن الزاوي. راح نعود ربما أنا والمشاهدين نفتحوا هذه القضية ونعود نشرح بعض تفاصيل هذه القضية كما شافوا طبعا المشاهدين من خلال برنامج خليها على ربي عبر قناة النهار. بثت قضية السيد جنيدي للإشارة والتوضيح، طبعا لازم المشاهدين يعرفوا طبيعة برنامجنا يخلي الناس يجيوا من كل الولايات يقصدوا قناة النهار فقط باش يلحقوا صوتهم، ولأنه برنامجنا هو برنامج الشعب الجزائري المواطن الجزائري البسيط اللي يثق فينا ويحب يلحق طبعا رسائله عبر البرنامج. كما كان الحال سيد جنيدي جا القناة عدة مرات، هو بنته مسكينة هذيك صغيرة هكذاك من أصحاب الهمم مريضة، ما عندوش حتى الكروسة، ما عندوش حتى الكرسي المتحرك باش يرفدها. تخيلي من قصر الشلالة إلى العاصمة يوميا فقط باش نوجهوا نداءه. طبعا احنا من الإنسانية ومن الرحمة شفنا لهذا الوالد وشفنا لهذه الطفلة، لأنه هدفنا هو هذيك الطفلة باش تروح تعالج في تركيا باش دير عملية جراحية، لأنه الوقت ضدها. لو كان ما ديرش عملية جراحية وضعها الصحي يتأزم أكثر. ما كان علينا إلا أن نتنقلنا إلى قصر الشلالة البيت هذا السيد جنيدي، ولو كان تشوفوا طبعا المشاهدين كيفاش عايشة هذيك الطفلة هي وخاوتها في خمسة ظروف تبكي الحجر، والله العظيم صدقيني أحلام. احنا خدمنا طبعا مع السيد جنيدي وكيبدأ يحكي في تفاصيل كثيرة، تطرق إلى الإمام شيخنا الإمام عمر بن الزاوي. هنا أنا استوقفت السيد جنيدي وقلت له لا، يجب علينا أن نتواصل مع شيخنا ولازم يكون عنده تدخل بحكم أنه احنا نعرف القانون طبعا ونعرف أن الرأي والرأي الآخر، وأنا شخصيا مستحيل أني نسمح نخلي إنسان يهدر على طرف ثاني بدون ما يكون معنا في الحصة. فما كان علينا إلا أن تواصلنا طبعا مع الشيخ عمر بن الزاوي وأعلمناه رح يكون معنا في الحصة ووافق على هذا الشيء طبعا. استسمحك عائشة في هذه النقطة بالذات، هل تم أخذ الموافقة؟ هل تم إعلام الشيخ الإمام الفاضل عمر على أنه سيتم بث الاتصال؟ هل تم الإشارة إلى أو نشر صورته؟ هل تم يعني كيفاش تعاملتوا مع هذا المعطيات كلها؟ أحلام، احنا نعرفوا جيدا القانون ونعرفوا كيفاش أخلاقيات المهنة وكذا. الشيخ كان على علم أنه راهو يمر معنا في الحصة، وبدليل ربما كاين بعض المقاطع إن شاء الله راح نبثوها بعد قليل. أبدأ موافقته وهدر معايا بكل أريحية وبكل احترام، بالعكس اسمعني ووطنا المجال كله باش وضح وجهة نظره، وحنا سمعناه باحترام. طبعا أنا قلت له يومها الشيخ احنا بكل مهنية نسمعوا للطرفين، وقلت له نحن لسنا مسؤولين على أي تصريح، وحنا هنا ما راناش نتهموا فيك يا شيخ، لأنه مهمتنا هو النقل وقائع فقط وهو ما بدر في الحصة. وإن شاء الله أنا نتمنى من كل المشاهدين طبعا أنهم يتابعوا الحصة، ما يدوش منها أجزاء فقط ربما ويقولوا لا والعكس. الحصة راهي موجودة على اليوتيوب، فيها أنه احنا هدرنا مع الشيخ بكل احترام، هدرنا معه هو كان على علم أنه يجوز معنا في الحصة، حتى أنه لو طولوا الحصة قال لي يا أستاذة يمكن هل يمكن هنا اليوم في الحصة نتاعك نوجه له نداء الأب الطفلة؟ يعني كان مقاطع موجودة سواء على اليوتيوب، نعم، سواء على المقطع اللي حين نبثوه بعد قليل ربما انت يا أحلام. طيب سنعيد بث هذا المقطع، نعم، ثم نتحدث عن نكمل تفاصيل فقط مع زملائي، أمكن بث هذا المقطع؟ نعم. مع كل احتراماتي ليك شيخ، لازم تعرف أنه كل ما سيرد في الحصة شيخ السيد جنيدي هو مسؤول عليها، وإحنا شيخ ما وجهنا لك لا اتهام ولا شيء، إحنا نقلنا وقائع فقط شيخ، ورانا اتصلنا بك باش نسمعوا رأيك شيخ. شكرا، بوريكتا شيخ، وإن شاء الله لنا زيارة للصيف قريبا. شكرا على واجب. مع كل احتراماتي ليك شيخ، لازم تعرف أنه كل ما سيرد في الحصة شيخ السيد جنيدي هو مسؤول عليها، وإحنا شيخ ما وجهنا لك لا اتهام ولا شيء، إحنا نقلنا وقائع فقط شيخ، ورانا اتصلنا بك باش نسمعوا رأيك شيخ.
شكرا بوريك تا شيخ، وان شاء الله لنا زياره للصيف قريبا. نشكركم اتصلتي بيا. شكرا على واجب. إذن احلام ربما كي سمعتي كذلك انت الفيديو تشوفي حتى انه صوتي تغير، تعرفي وعلاش؟ لانه حرصنا انه نديروا مؤثرات صوتيه باش صوت الشيخ ما يبانش، باش الناس ما تعرفوش. في الحصه لم اذكر اسم الامام، صورته كذلك ما ذكرتهاش في الحصه. لازم تعرفي احلام وكل مشاهدين جزائريين طبعا انه الامام ولا مرة تجرأنا أن نتهمه من خلال برنامج، راني نقول ونعاود أنا قمت بدورة صحفية، سمعت للطرفين في الحصة، سمعت لوالدة الطفلة وسمعت لشيخنا طبعا. من جهتنا احنا كبرنامج ولا كانت عندنا نية أن نتهموه ابدا يا جماعه، كيفاش حنا نتهموا امام؟ مستحيل، من سبع المستحيلات. وهنا الامام في هذه اللحظه قال لي نشكرك على الاتصال. العام اليوم تكلم على انه طريقه كلامك مع الامام وكانك في تحقيق معه، هو ما تم تداوله بكثره يعني تعليقات، هذا يعني راي، هذا هو الراي العام بصفه عامه، تقريبا نسبه كبيره اتفقت على هذه النقطه. أكيد، وأنا حنجاوبك أحلام، أنا عمري ما قلت أنا محققة أو قاضي تحقيق، بالعكس أنا صحفية. صحفية نخدم بمهنية وبضمير وباحترافية طبعا. كنت نسأل الإمام وكنت نسأل والد الضحية الطفلة طبعا، أنا صحفية، تعرفي شوية جرأة الصحفي يحب يهضر. أنا شوفي في كل مرة نكون نقدم برنامج ندير روحي في مكان الناس اللي تشوف فيا تشاهد فيا، نطرح أسئلة ربما هي راهي ترد في ذهنهم، ولا مرة حققت أنا ولا مرة، وأنا فقط صحفية خريجة كلية الإعلام والاتصال. قبل الختام نخلي لك الكلمة الأخيرة عائشة، ربما رسالة توجهها كذلك لسيد الإمام الفاضل كذلك. أكيد. شكرا أحلام. لازم نخاطب أنا الجمهور المتابعين توعي، أنا المتابعين تاع برنامج خليها على ربي ما شاء الله عليهم، في كل مرة نقول لهم أنتم راس مالي، لازم يعرفوا أنه أنا مسلمة وأنه ديني أعز من أولادي، حتى ولو أنه بسبب هذه القضية تقص بزاف في أولادي وأنا ما درتش. تعرفي ملي بدات هذه القضية ونكلم أنا ربي سبحانه نقول له يا خي ربي على بالك واش كاين في قلبي، على بالك ربي واش كاين نيتي، نيتي أبدا ما كنتش باش نتهم الإمام. أنا عمري ما جرحت إنسان، عمري ما سبيت إنسان، عمري ما تهمت إنسان، كيف لا أني نتهم إمام؟ قلت لهم بالعقل عليا نورمالمون مش عليا هكذا. على هذه القضية طبعا أكيد على بالك تعليقات وسب، أنا عندكم قضية أنا غلط، راكم تقولوا غلط. طيب.